هنسمع دلوقتي ديالوج حكيم عيون اللي فيه رأية إبراهيم بتغني، والواقع هي مش بتغني، بتغني ولا بتغنيش، يعني هي قوالة، نقدر نقول عليها قوالة لكن مش مغنية، يعني ما هيش مغنية تقفل وتضرب وبتاع، لكن أنا لقيت فيها إنها تقدر تديني المعنى. صوت رشيق، ألفاظ عذبة لطيفة، دمها خفيف في الغناء، يمكن يكون صوتها في شيء من الأوروبية شوية، نحس كده بأنها صوت بيرتعش كده ارتعاشات المغنيات الأوروبيات، لكن قدرنا على قدر الإمكان نخليها تقول بعض جمل مفهومة واضحة من حيث اللحن، وإن دي كانت برضو من ضمن الخطوات اللي حبيت أقول فيها إنه مش ضروري أنا أجيب مغنية عشان خاطر أقدر أعمل عمل فني، لا، ممكن مدام أنا أقدر وأستطيع إني أفهم هذا الصوت وأديله الحدود اللي يقول فيها أقدر أنتفع بيها وننتفع بيها ونعمل عمل فني. أنت بتقول إنك حكيم مش عيان؟ لا، عيان. عيان بإيه؟ وأنا مجنون أقولك أنا عيان بإيه وحاسس بإيه؟ إيه مالك؟ سنتي بتوجعك؟ فين 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 فين؟ أنت بتدور على إيه هناك؟ سنتي هنا. بدور على الدواء. أنت لازم لك واحد دكتور حالا. أنت مش بتقول إنك دكتور؟ أيوة صحيح. افتحي بقك. فين السنة دي؟ أولا أنا مش شايف غير صفين لولي. أنت يلزم لك واحد جواهرجي مش واحد حكيم. لا أرجوك، سنتي بتوجعني، شوف لي أي علاج حالا. أصلا أنا بس مش حكيم أسنان. إيه؟ أمال حكيم إيه؟ حكيم عيون أفهم في العين، وأفهم كمان في رموش العين. حكيم عيون أفهم في العين، وأفهم كمان في رموش العين. أعرفها وهم ساكن فين، وأعرف دواهم يجي منين. قسيت كتير منهم وقريت كتير عنهم. اسمع يا دكتور، أنا أعرف إن الألم يجي من عصب الضرس لما الواحد ياكل حاجة ساقعة. علشان تحرمي تاكلي جلاس وتدوبي في قلوب الناس. وعرفت منين؟ ما تعرفيش اني اقدر اقرا افكارك، ومن عينيكي اقدر اقولك كل اسرارك. حكيم روحاني حضرتك. طيب اقرا واحكيلي عليه. اللي مكتوب فيه بيخوف، ما اقدرش احكيه. بيخوف مين؟ بيخوفني. انت كل حاجة تحشر نفسك فيها حتى قلبي. يا ريتني صحيح اقدر اكشف قلبك واسأله علي في بالي. تسأله عن ايه؟ عايز اعرف ان كان مشغول ولا خالي. شيء ما يهمك شيء. ما يهمنيش ازاي؟ طب ما تعيط شيء. عندي سؤال لو تسمحي اقدر اقولهولك. اوي. في يا ترى شخص يهمك شغلك ومشغول بقلبك؟
فيه يا ترى شخصي يهمك شغلك ومشغول بقلبك والشخص ده موجود هنا يعني انت عارفة مش كده والشخص ده شايفاه دلوقتي قدامك؟ بالطبع لا زعلت مني ولا ايه؟ ابدا هو حزعل منك ليه؟ دلوقتي بس صدقتك خدعوني قلبي وعنيا واللي انكتب جوا في قلبك اتري لغيري مش ليا اتري لغيري مش ليا مش Bonjour.